مساء الفل والسعادة عليكم، يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وهنا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الوجه الآخر. حلقتنا النهاردة هتكون عن واحدة من أكتر المواضيع اللي بتحير الناس وبتثير الجدل، وهي السحر والحسد وتأثيرهم على حياتنا اليومية. كتير مننا بيعتقد أن أي مشكلة أو أي حاجة وحشة بتحصل له يقولك بس بقى خلاص أنا يا محسود يا معمول لي حاجة، لكن هل ده فعلا حقيقي؟ ولا ممكن تكون مشاكلنا دي ليها أسباب نفسية أو علمية وإحنا مش عارفين؟ النهاردة هنفتح الموضوع من وجهين مختلفين، الوجه العلمي والوجه الروحاني، وهنسأل ليه بعض الناس بيلجأوا للتفكير في السحر والحسد كمبرر لكل حاجة سلبية بتحصل لهم في حياتهم. وهل السحر والحسد موجود فعلا بالشكل اللي إحنا متخيلينه ده؟ وإيه الفرق بين المحسود أو المسحور وبين اللي بيعاني من مشاكل نفسية بس هي شبه بعض شوية؟ وازاي ممكن نساعد الناس على التفريق بين الوهم والحقيقة؟ كل ده هنعرفه بس بعد الفاصل مع ضيوفي اللي هيكونوا منوريني في الاستوديو بعد شوية. فاصل سريع ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومنورني في الاستوديو دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، واستاذ عبد الله العطار، معالج بالقرآن. اهلا وسهلا بيكم، منورني في الوجه الاخر. اهلا بك يا امير. اهلا بيكم. اهلا بيكم كل يوم. هبتدي باول سؤال لدكتور وليد هندي. نعم. دكتور، تفتكر ليه في ناس كتير بتلجأ ان هي تحس ان هم عندهم سحر او حسد بدل ما يفكروا ان هم يحلوا مشاكلهم بطريقه علميه او يروحوا للدكتور؟ يعني خلينا نتفق ان الانسان بطبعه ضعيف، وكل ما الانسان ما كانش بيتمتع بقدر من الصلابه النفسيه في مواجهه المشاكل او اتربى في بيئه اسريه بتعلي قيمه الغيبيات، ما بتتكلمش باحكام المنطق واعلاء لاحكام العقل، ولا سيما اللي احنا عندنا دايما 10 حاجات في التنشئه الاجتماعيه بتخلي كل واحد فينا مشعوذ صغير ممكن يلجا للمشعوذ الاكبر بعد حين من الظهر لما ينتبه اي مشكله. يعني كلنا من واحنا صغيرين دق الهون مثلا عشان خاطر نطرد الارواح والكلام ده. انا عندي ابن اختي الصغير بيدق الهون جنب منه طرش، عايش بودن واحده لحد النهارده. طبعا ده حتى مخالف لاحكام الطب، انما دق الهون والسبع حبات وحدوة الحصان والخمسة وخميسة والخرزة الزرقاء، دي حاجات من طقوسنا تقريبا. دي حاجات كلها متوارثة بالظبط، والشبشب المقلوب والحاجات دي كلها. أيوة. وفتحة المقص خرافاته لسه ناس بتؤمن بيها لحد دلوقتي. بالظبط، كل الخرافات دي خلت الانسان دايما عنده الميتافيزيقا والمتعلق بالغيبيات دايما اكتر من احكام العقل والمنطق. طبعا بلس اللي احنا دايما في التربية بتاعتنا ما بنربطش السبب بالنتيجة. يعني ايه الكلام ده؟ انا شفت بره في بعض الدول بيروحوا المدارس الابتدائي عشان يغرس السلوك العقلاني الرشيد عند الاطفال. أوكي. يجي يقول له ايه مثلا، مين اول الدفعه انا هعرفه كده بالسحر وبالشعوذه، اول الدفعه فيكم السنه اللي فاتت. بيعمل ايه سيادتك؟ هو بيكون جايب اسمه اصلا من المدير، فمدير المدرسه، فبيجيب الميه ويعزم عليها ويحط الغطا فتطلع بخار فتوقع ورقه، يفتحوا يلاقوا ورقه موجوده، الورقه دي نتيجه ايه؟ فيها اسم الولد فعلا، هو بيبقى عارفه وكاتبه انما هي معموله بماده معينه، البخار بيدوبها فبيوقعها. يعني عندك مثلا على سبيل المثال كانوا يجيبوا الصوديوم، الصوديوم ده لو حطيه في الميه يطلع نار، يفور يطلع نار. فيقولوا لهم احنا هنعمل سحر ودجل، ويجيبوا لهم واحد بطرطور، فبعد ما الاولاد بتسقف يقول لهم لا احنا عملنا كده عشان كده، يربط السبب بالنتيجه. يفهموهم بقى بالظبط، يجيبوا قرطاس ويحطوه، تعالى يا ابني رش الميه بايدك، ويعزم عليه، يفتح القرطاس ما يلاقيش ميه، هو مش بيعمل جلا، يبتدي يشرح الميه H2O انا بفصلها ازاي، الورقه دي فيها ماده عامله ازاي فبتمتص الكلام ده. ده الكلام اللي هو المنطقي الرشيد، انما احنا كل حاجه في حياتنا تربينا عليها للاسف فيها بعض العوار النفسي بيخلي الانسان لما يكبر تنتبه مشكله، تطلع المشكله دي بقى طلاق، هجر، عدم انجاب، عنوسة، صعوبة في الرزق، اي مشاكل بتنتابه يعتقد خطأ ان هو مسحور له او حد عامل له عمل. يعني انا ارى ان لو انا رزقي ورزق اولادي وبيتي وخلفتي ووظيفتي متعلقة بقصتين شعر من عندي ولا حتة من هدومي ما كانش حد غلب. طبعا يعني تعال نعمل عمل مثلا، اي حد يحس ان هو عنده مشكلة خلاص انا محسود، انا معمول لي حاجة، خلاص دي اسرع فكره بتيجي في دماغ الانسان بالظبط، بدل ما يشتغل على نفسه. انت محسوده،
على طول. ده في ناس عندها وسواس الحسد، الحسد ذكر في القرآن وموجود طبعا، طبعا ما نقدرش نتكلم فيه ولا نجادل، انما ما يوصلش لدرجه الوسواس انك تبقى انت قاعد طول الوقت شخصيه متشائمه بتعمل اسقاط لمشاكلك الداخليه على الاخرين، معتقد الناس كلها سايبه حالها وقاعده في حالك وانت اصلا مش حاسس بيك. بالظبط كده، هو ده اللي بيخلي الناس وقت معين يلجأوا لده. مؤخرا ظهر ناس بتستعين بالكلام ده عشان خاطر الثراء السريع، اللي هو عاوز يطلع اثار، عاوز يعمل حاجه، فيبتدي يلجأ لبعض مش عاوزين، يقول لك ده بيفك السحر. مفيش الكلام ده، مش الكلام ده فندم، مفيش الكلام ده. قصدي اللي بيجرب بيلاقي نتيجه؟ لا خالص مفيش، ومن هنا بيحصل الجرايم. يعني ده الساحر دايما بيصطاده وياخده من حته لحته ينقله. ده احنا شفنا ناس وجرايم ذبحوا اولادهم علشان خاطر المقبره تتفتح بطفل صغير حسب معتقداته او اللي بيبث ليه. فطبعا بتبقى عمليه صعبه جدا ما بتجيبش اي نتيجه. معلش يعني ايه فتح مقابر بطفل صغير؟ يعني كلها ادعاءات طبعا. اوكي. ويقول لك سحر وشعوذه وعليها طلاسم وكلام من ده. مفيش ال مفيش يطلب منه قربان، يعني يطلب منه قربان دم على اعتبار ان عليها جن، وكان الفراعنه كانوا بيستعينوا بالجن او الكلام ده. انا بسال سؤال، اللي بيستعين بحد ده بيستعين بحد قوي ولا بحد ضعيف؟ المفروض قوي. بحد قوي. الفراعنه بكل الحضاره دي هتستعين بحد تافه تافه ما يقدرش يعمل حاجه؟ يعني القران لما جه حتى تناول الجن واتكلم عنه، اتكلم عنه بقدر من التسفيه، يعني ما عطلوش مكانه. على سبيل المثال سيدنا سليمان لما ما شافش الهدهد وقال انا راح فين، وجاء اخبره ان في ملكه في سبأ بتعبد هي وقومها الشيطان من دون الله، ان هو تميل لاخبره الهدهد مش الجن. يعني الجن لو كان عليم قوي ببواطن الامور مزبوط. ولا ياتيه الباطل من خلفه ولا من حوله، كان قال له في واحده في سبأ بتسجد للشيطان من دون الله وقومها، صح ولا لا؟ مزبوط. طيب لما قال انا عاوز اجيب العرش بتاعها، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، اللي هو العفريت اللي هو اعلى حاجه بقى. قال الذي عنده علم الكتاب، او قال الذي عنده علم من الكتاب، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني اسرع منه طبعًا. يبقى ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف. ضعيف. هذا الجن اللي الناس عامله له يعني هول عظيم وبيستعينوا بالناس عشان يقولوا احنا ملبوسين، ما عرفش ان سيدنا سليمان ميت لمدة 40 سنة، يعني 40 سنة واقف على عكازه بيحسبوه لسه عايش وخايفين منه، لحد ما النملة كانت بتاكل في العكاز، فلما خر ووقع فوقع. عرفوا ان هو مات. يبقى ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. ضعيف. يبقى ينفع الفراعنة بكل الحضارات وكل العلم وكل المعرفة اللي عملوها يستعينوا بحد ضعيف؟ ما اعتقدش الكلام ده. هو ضعيف بس دايما الناس بتخاف من الحاجه اللي هم مش شايفينها او مش فاهمينها. الغيبيات والميتافيزيقا اللي احنا متربين عليها مرعب. نام عشان ما يجيلكش ابو كبيته وبرجل مسلوخه وقط الفران في المدرسه. احنا متربين دايما على الغيبيات، فدايما عندنا خوف من المجهول. تلاقي مثلا في برق ورعد، تلاقي الست تقعد ترتجف ابنها شايف الكلام ده. فما فيش تفكير منطقي ولا ربط السبب بالنتيجه. اكيد. استاذ عبد الله، ما فيش خلاف على ان السحر ذكر في القران طبعا، بس هل فعلا ممكن السحر يغير في مصير سحر او عمل او الحاجات دي ممكن تغير في مصير انسان اصلا؟ يعني ربنا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني في الاخر ربنا هو المتحكم ونعم بالله. هل بقى فعلا ممكن حاجه زي كده تغير مصير انسان، تمرض حد، تفرق بين زوجين؟ لو ربنا فتح بيننا وبينكم بالحق وانت خير الفاتحين. طبعا هو السحر موجود والقرآن أقره. أكيد طبعا. حضرتك اللي بتقولها ديك نوع من أنواع السحر اللي القرآن ذكره، اللي هو سحر التفريق اللي مبني عليه بناء البشرية. طبعًا. اللي هو زوج وزوجة. يعني عشان كده من عظم الموضوع ده، عشان كده ربنا ذكر الموضوع ده. ولكن لما ذكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، في الآخر قال إيه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الاستثناء هنا بيقول ان برضه ممكن نصاب، يعني ما ينفعش ان انا انكره، يعني بيحصل تفريق او بيحصل تفريق. اوكي. بيحصل طلاق بيحصل طلاق. فهو الاستثناء هنا بيعني ان ممكن يقع، ومش شرط ان يكون قله التحصين مني او عدم التزام، لا ممكن يكون في التزام في تحصين، ملتزم بكل الاداب والاذكار ويحصل لي ده. ده في الاخر بيكون ابتلاء من ربنا. فالتفريق موجود، سحر التفريق اللي هو بين الزوجين موجود. ايوه بس فعلا ممكن حد بيحصل مصير بيحصل كتير جدا، قدرياته تتغير عشان حد. ناس كتير بتجيلنا يقول ان انا مثلا زوجتي بقيت بشوفها بشكل احنا بنسمع بشع. الحاجات دي بنسمع الحاجات دي، هن واخدين بعض على قصه حب
وممكن تحدوا مثلا العائلات علشان حاجه زي كده، وبعد كده بيبقى بيقول انا بشوفها بحس ان انا بشوف شيطان فمش قابلها، والعكس برضو الزوجه نفس الكلام بتقول للزوج انا بحس نفسه بحس ان جسمي كله بيولع انا بشوف صورته. فده طبعا حالات كتير جت، احنا بنتكلم عن نقطه معينه اللي هو سحر التفريق، ولكن ربنا عارفين يا رب لقينا في اثناء حملات تطهير المقابر لقينا ابشع من كده خارج المقابر طبعا، لقينا صور لاطفال. كمان في الحوار ده ليه المقابر اكتر مكان بيتعمل فيه الاعمال؟ اشمعنى المقابر؟ هو مش اكتر مكان، ولكن هو ده بينطلب من بعض لما بيعملوا تنظيف للمقابر بنلاقي كميات كبيره جدا من كل الاسحار، يعني بتلاقي للاسف اسحار بالموت، اسحار بالمرض، اسحار بالتفريق، بوقف الحال وبالخراب، بتلاقي كل ده مكتوب طبعا بالنص، الاسم واسم الام، وبيتكتب الطلاسم اللي هي المطلوبه، ما كل سحر بيتعمل بيتكتب له طلاسم معينه، بيتكتب ويتربط بيه باسم الام او الاب، وبيحصل يعني بيحصل وبينفذ. يا ساتر. الا طبعا الا باذن الله، يعني ربنا يعافينا ويعافيهم. فبنلاقي ربنا يعافينا برضو من بعد الحاجات، يعني بعض الحاجات اللي هي الغريبه لقينا صور لاطفال، يعني اصلا يعني بأي ذنب قتلت اطفال ثلاث اربع بيعمل لطفل حقد الاب او ام، هو مش كره طب احنا لقينا اغرب من كده، لقينا سحر اعزكم الله الكلب إيه عزيز على صاحبه جدا او حاجه زي كده، كلب معمول اللي هو بالكلب الصوره بتاعته مكتوب عليه الاسحار والحاجه زي كده بالموت. معلش هو ده سؤال تاني غريب شويه لسه جاي في بالي، هو ممكن حد يعمل عمل بصوره؟ بصور وبيتعمل على بالبلدي زي ما بيسموها بالقطر كده. اصل أي الصوره دي كارثه، يعني لو بصوره عشان يبقى السوشيال ميديا اي حد هياخد صوره من اي للأسف حته. للاسف في اخطر من كده، اللي هو سحر الهواتف بيتعمل بالتليفون، بكلم فلان بعد ما اكلمه الكلام ده مش قادر استوعبه. لا 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 في للاسف إزاي والله إزاي في حاجات كتير جدا، انا بعد ما كلمني في التليفون، ناس بتقول وبتحكي على حاجات كده كتير، بعد ما كلمني في التليفون وفضل يتكلم معايا شويه، بعد شويه حس ان جسمي بدا ينمل وبدا يحصل حاله تشنج، ما حسيتش بنفسها غير بعد نص ساعه وساعه. طبعا الكلام ده اتذكر كتير وشفناه للاسف كتير. في اخطر من ده، احنا ما بنقولش كده للترهيب، بس عايزين نعرف ان السحر موجود، ان في حاجات مصايب زي كده موجوده، وللاسف كان زمان موجود عن جهل. يعني زمان كان موجود ان اجيب هات فلينا هات مش لا، دلوقتي ناس بتدرس كتب في السحر من اخطرها شمس المعارف وزيها وما شابه، كل ده كتب بتدرس زيها زي الكتب اللي هي العلميه بتدرس، بيعرف للاسف في ناس متعلمه وعلى شهادات عاليه وجامعات عاليه جدا، وبيستخدموا الكتب دي ممكن للثراء السريع او الفاحش في حاجات زي كده، ان بيعمل لك حاجه علشان تفريق، اعمل لك حاجه لفتح الرزق او فالحاجات دي موجوده. الاخطر من كده دلوقتي كمان السحر اللي هو بيتعمل عن بعد، من اخطر انواع الاسحار. انا مش قادره استوعبه اصلا. لا 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 للاسف يعني دلوقتي، احنا زمان كنا بنسمع حتى في الافلام هجيب لك حته من قطر لا دلوقتي للاسف من شعرها، ده اللي بنتكلم فيه ان الموضوع تطور دلوقتي علميا، الناس بتستخدم الموضوع ده بطريقه علميه اكتر بقى دلوقتي. مثلا حد بيقول ان هو واحده كانت هي وزوجها كانوا بره مثلا سهرانين بره، رجعوا البيت لقوا الحيطان كلها مرشوش عليها دم، الحيطان كلها مرشوش عليها والستاير والبيبان بتاعه اوضه النوم وستاير اوضه النوم. طبعا هم قاعدين في مثلا في كومباوند في الفيلا ومفيش حد غيرهم، هم والاولاد رجعوا لقوا الستاير والشكل ده، يعني ده ما حدش دخل، ده بيتعمل عن بعد. يعني لقينا ناس كتير، لقينا مش عارف حاجه مدبوحه، مستحيل ان حد يدخل يدبح حاجه زي كده. حصل مستحيل ان حد يدخل ويرش دم او الحيطان تبقى منشعه وبتعمل دم، مستحيل ان حد يدخل. هو بس المفتاح معانا احنا بس. دي مش روايه، يعني مش حد حكى. لا 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 ده حد جاي بيتعالج ويشتكي من حاجه زي كده، هو بيشتكي من مصيبه زي كده. يا خبر. فربنا عافينا فموجود، يعني أكيد. كل ده موجود، احنا مش بنراهن بس بنقول ان هو موجود، لازم نؤمن ان هو موجود. اكيد. طيب يعني خلينا بس نتفق على حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان باجماع الائمه ان السحر انتهى بوفاه الرسول، ما فيش سحر بعد الرسول، وباجماع الائمه ان لو في سحر هو سحر تخيل. حضرتك قلتي ايه مقترقه من سياقها؟ اكمل. اتفضل. حضرتك قلتي ايه مقترقه من سياقها، عنوان الايه رايح فين؟ هاتيها من اول السطر. ربنا بعتها لمين؟ طبعا على انهي قوم وفي انهي مكان وهكذا. القرآن في أمور كتير جدا ما هياش مستمرة معانا لحد يوم القيامة، زي مثلا ملك اليمين، زي المؤلفة من قلوبهم على سبيل المثال. فمش كل اللي مذكور في القرآن مستمرة معانا لحد يوم القيامة. الكلام ده بقول لحضرتك بإجماع الأئمة ما فيش حاجة اسمها ده. وبعدين دايما احنا بنقول السحر ده من الغيبيات ولا مش من الغيبيات؟ في الغيبيات بتاخدي برأي القرآن والسنة،
فقط ولا اجتهاد، وبعدين ان حد يتسحر له ده امر يتنافى حتى مع احكام العقل والدين والمنطق والقانون. هو غيبيات يعني، ربنا ازاي هيسمح لحد ان هو يسحر لي ويخليني اتصرف في امور على غير علتها، ويرجع يقول لي في جنه وفي نار، ويرجع يقول لي في تكليف. وبعدين دلوقتي لو انا ارتكبت جريمه ورحت قلت لهم انا مسحور، يبقى قاعده قانونيه المتهم بريء حتى حتى يحضر عفريته. هقول لحضرتك حاجه برضه يا دكتور، معلش مع احترامي النظر، حضرتك لما النبي صلى الله عليه وسلم سحر لبيد بن الاعصم، ده مش تقصير من النبي، سحر الرسول ده حديث احادي وغير معترف به وروايه مشهور فيها ولا خالص، حتى الامر لا يتفق مع المنطق. حضرتك انا اقول لحضرتك في ايات كتير. طب اللي بيجي مثلا في اذان المغرب مثلا بيحصل له عمليه صرع، او بيجي له مثلا الناس اللي بتحصل عليها حاجات وبيتكلم على لسانه، الله يفتح عليه، بيحضر الحاجه بتكلم بيحصل له صرع، هل دي ممكن تبقى؟ ما بقصدش في حالات، في حاجات، في حالات مرضيه، في صرع، في تحول هستيري، في هلاوس السمعيه والبصريه، في ضررات عظمه زي ما حضرتك قلت كده. هو استاذ عبد الله يكمل، انما حضرتك بتقول دلوقتي اصلك اللي بيجي لنا وبنعالجه، هل القران ده المولى عز وجل في القران قال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى؟ صح كده، هو معمول للهدايه مش للعلاج. القران مش للعلاج، الهدايه والعلاج طبعا، لا للهدايه يا فندم مش للعلاج. لم يثبت ده. الرسول لما راحت له المراه السوداء ما عالجهاش، يعني حتى الرسول ما عالجش. هو هدف احنا عايزين نسمع وجهتين النظر، اهم حاجه دي، اهم حاجه. وانا كان عندي سؤال لحضرتك يا دكتور، اتفضلي. هل في اعراض او امراض نفسيه مثلا بتبقى اعراضها شبيهه جدا بالمسحور؟ يعني ممكن واحد يبقى مريض نفسي، ما احنا قلنا في السحر اصلا مش شبيه بحد، هو خلينا نقول المتعارف عليه. يعني خلينا انا عاوز اسالك سؤال بس، هو الجن ده جنسيته مصري؟ لا، يعني مفيش جن امريكي كده متدلع جايب جينز وتيشيرته؟ لا انا فاهم جنسيته مصري، يعني اللي احنا مصر في مصر اللي بيجي لنا الجن لا موجود ده، نمره واحد. نمره اتنين، الجن اللي بيلبس واحده دوت ساب اللبنانيات وبتوع اوكرانيا وبتوع سلوفاكيا والشعر الاصفر والجمال جاي يلبس واحده في مصر ليه؟ الحاجة التالتة، ليه الجن دايما بيجي للست عشان خاطر يتجوزها وعاشقها؟ ليه الجن عاشق دايما؟ ليه ما بيجيش رجل اعمال جاب لها فيلا في التجمع، مفاتيح عربية موديل السنة، عقد عمل بره؟ يعني نفسي افهم انا، يعني ليه دايما بيجي عاشق؟ ده حضرتك دلوقتي الكلام بس بيبقى ايه بطريقه، يعني حضرتك تثبته علميا ولكن ما يبقاش بطريقه سخريه. ولكن ده مش سخريه، لا الدكتور السحر موجود، اثبت لك الواقع. انا بقول لكل سحرة مصر خد مني قطر، خد مني صوره، ما نتكلمش عن بعد، اسحرني بالمحمول مع احترامي ليك. شوف احنا معايا ايه، مش عايزين حاجه، مش عايزين انا بتحدى كل الصحراء اهو على الملا. هي اختلاف وجهات نظر، اكيد طبعا، اكيد بس انا بقول لك الدكتور ليه قناعه شخصيه انا بحترمها، ما فيش مشكله. هو بيتكلم على الحالات اللي بتجيله، وانا بتكلم برضه على الحالات اللي شفتها وعشتها. في حالات كتير بتحصل، ثانيه واحده، وفق كلام سيادتك في حاجات كتير بتحضر مصداقا لكلام الدكتور، لما بتحضر ممكن بتتكلم بلغه تانية خالص، ممكن يتكلم بلغه هنديه، ممكن بيتكلم وبيقسم بيقول حتى انا ما اعرفش الحروف الانجليزي شكلها ايه، بيتكلم، بس انا مش عارف بتكلم كده، هو بيتكلم الحاجه اللي حاضر عليه وبتتكلم انجليزي. اظن ده ملوش اي علاقه بمشكله، مشكله نفسيه. في حاجه تانية، واحد بيحكي حضرتك ثانيه واحده، مفيش مشكله عصبيه تخلي الواحد يتكلم انجليزي وهو معاش، يبقى وفق كلام سيادتك. انا هروح اقدم بلاغ النهارده دلوقتي فضيله شيخ الازهر، في عارفه ليه؟ لان في حالات في مصر كده هو بيحصل لها كده وهو ما عالجش بالقران. في دلوقتي حاله دلوقتي جاتني مثلا وبيحكي لي، انا بتكلم على حاله على ارض الواقع، تمام، فبيحكي لي بيقول زوجتي وجايين علشان برضه يتعالجوا، مش جايين علشان بيحكوا يعني، اكيد. فبيقول وانا ماشي زوجتي وهي جايه لي جايبه لي العصير، ده الكلام ده تاني يوم من الزواج على طول، اتفاجئت ان قصها الشعر اتقص وقع قدامها. اظن ده ملوش اي علاقه خالص بمشكله نفسيه، ان الشعر ثانية واحدة حضرتك، لا ليه علاقه، ما انا برد عليك بالعلم. انا ما بقولش يا باشا، يا دكتور انا ما بقولش الشعر بيسقط، انا بقول الشعر اتقص وقعدت اكتر من 6 شهور الشعر بيطول، ما عدا الشعر اتقص كاريه يعني كده واخد شكل ولا وقع منها؟ اتقص يا فندم، اتقص قص كده يعني، كله اتقص كده من جنب وقع قدامه. طبعا كانت حاجه مفاجاه وحاجه. طب عمل ايه او حصل له كده؟ ده تفسيره ايه؟ ما هو ما يروح لدكتور يا فندم، يروح لدكتور يشع. فضيلة شيخ الازهر، احنا بلد مؤسسات ولا بلد كده بتيجي على الكيف وبالاراء الفردية؟ أكيد بلد مؤسسات، اكيد طبعا. شيخ الازهر لما حب يعالج الناس من الامراض عمل كلية الطب جامعة الازهر، وفق كلام حضرتك ده. حضرتك انا ما بلغيش المشكلة النفسية، وشيخ الازهر مش بيأدي ادواره تجاهها؟ يا دكتور انا ما بقولش ان المرض النفسي غير موجود،
زي ما حضرتك بتقول ان السحر او اللبس او المس غير موجود، والا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حضرتك بتقوم في شيء، بتقول مش كل حاجه موجوده في القران تفضل يوم الدين. ثانيه واحده حضرتك طبعا. حضرتك يبقى كان بموت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما ادخلش الحمام واقول الذكر بتاع الحمام، يبقى ما اجي انام عشان ما احميش نفسي من الجاسوم او الجن او الجن العابر ان انا اقرا وانفس على جنب الشمال ما كنتش عملت الحاجات دي يا فندم. حضرتك طب اسمح لي بعد اذنك، الحمام الحركه كنت بتتكلم فيه زمان كان مكان للنجاسه فعلا يا فندم، مكان ما فيهوش طهاره، مكان فيه حشرات. دلوقتي الحمام بقى عطور وبقى جاكوزي وبقى باني وبقى سخن وبارد، يا فندم جن ايه اللي هيقعد فيه ده؟ ده ادم مش عارف يقعد فيه. يعني حضرتك دلوقتي عايز تقول بتنفي كلام في الشرع وفي السنه انه انت داخل حمام دلوقتي عشان بقى نضيف ينفع انام فيه؟ حضرتك تنفع تنام في الحمام دلوقتي؟ قلت لك هنام فيه. لا اكيد ينفع. ما تقولش الذكر وحضرتك اختلاف الثقافات يا فندم، انا ده من مصادر التشريع على فكره. طب خد حضرتك بتقول الذكر، طب ايه رد سيادتك بقى ان الشرع النبي صلى الله عليه وسلم السنه الى ان تقوم الساعه هي السنه؟ احنا كده كده بنقول ايه راي سيادتك انت في التشريع ان كان لحد وقت قريب لا يؤخذ بشهاده شرعا من ياكل في الشارع بيعتبروه سفيه؟ ايه ده؟ هل دلوقتي بعد التيك اواي والموتوسيكلات رايحه جايه عماله تزنق علينا نمشي بنفس القاعده الفقهيه؟ احنا ما بنتكلمش في الفقه، احنا بنتكلم شرعا. لا يؤخذ باللي كان بياكل في الشارع. طب دكتور وليد بعد اذنك انا عايزاك تقول لي الامراض النفسيه اللي اعراضها بتتشابه مع معلش خدني بقى على قد عالي، مفيش سحر اللي خالص الكلام ده مش كلامي على فكره، ده اجماع مع الاعراض اللي الناس بتحسس فيها ان هي مسحوره. يعني في ممكن شويه امراض يعني في نفسية. ناس بتجيلها هلاوس، في ناس لطبيب. بتشوف حاجات قدامها، في ناس بتتخيل حاجات. اشرح لي الامراض اللي ممكن تعمل خلط على الناس يعني اللي هو يبقى عيان بس فاكر نفسه عليه حاجه. اللي ممكن يجي لها مجموعه من الهلاوس السمعيه والبصريه وتعتقد فعلا ان في حد بيجي لها وانها ملبوسه وان في حد بيعاشرها، دي عندها ضلالات العظمه او عندها بعض الوساوس القهريه. ودايما في الشعوب اللي عندها دين الوسواس القهري دايما بيلمس في الدين عندهم، يعني يعمل لهم مشكله في الدين وفي العلاقه بالجنس الاخر زي ما حضرتك ذكرتي. في حين الدول اللي ما عندهاش دين الوسواس القهري مش بيجي لها بالشكل ده، ممكن يجي لها في النظافه مثلا على سبيل المثال. بيجي في مصر وغير مصر اللي هو وسواس النظافه او وسواس المرض بيجي في كل مكان. بيجي في كل بيجي مكان. للنظيف وغير النظيف اللي عندهم دين بيبقى دايما متعلق بالجنس كل الطبقات او بالايات القرانيه، ما لو ما عندوش دين ملوش دعوه بالقران والحلال والحرام. طيب يضاف لكده ايه؟ عندنا بعض حالات التحول الهستيري. التحول الهستيري ده ان الانسان بيروح بغيبوبه وفي شبه شلل وبيبقى ليه علامات ظاهريه الدكتور بيبقى عارفها من موضع القدم الى اخره، زي ما قال فضيلة الشيخ ممكن يتكلم بصوت مغاير اللي هي الهستيريا التحولية. اه بالظبط كده، بلغة تانية. العقل الباطن بتاعه بقى المكبوتات كلها ممكن تطلع ببعض اللغات زي ما هو قال، تطلع حضرتك بلغة تانية. ولو كان عنده كمان نسبة من التوحد ممكن يتكلم عدة لغات على فكرة، يعني لان في نظريات للغة مكتسبة ولا مش عايزين نتكلم كلام نظري كتير. هو فيها نظريات لا بس حضرتك زي ما حضرتك مش موجود حاجة زي كده، محترم ليك برضو زي ما حضرتك بتقول مش موجود. لا مفيش برضو حاجة زي كده ان واحد يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب وحاجة تحضر عليه، في حالة كنا وحاجة بتحضر عليه وبيتكلم بلغات. عرضت على دكاترة وعلى مستشفى صحة نفسية واتعالجت وما كانش بيعرف يتكلم لغات اصلا ولا اهله، وهو من طبقه بسيطه جدا ومن تمام. قريه، وكانوا متفاجئين ان الطفل ده فعلا بيتكلم انجليش حتى باكسنت كانه هو يعني وكان طفل خريج صغير وكان بيتكلم لغه بالمناسبه. ايوه تمام ده موجود عندنا موجود حالات تانية كتير زي الفصام. ان واحد بيؤمن مثلا بفكره فصاميه معين فبينفصم عن الواقع وعايش في دنيا تانية ومعتقد ان في مثلا كائنات فضائيه بتجيله او هو بيخاطب كائنات فضائيه. يعني دايما احنا بنقوله ايه؟ بنقوله فاسالوا اهل الذكرى ان كنتم لا تعلمون. حضرتك قلتي وفضلت الشيخ قال احنا بنعالج. احنا في مصر فيها قانون ولا ماشيه كده سبهلله؟ بالقانون. مفيش مخلوق يقدر يعالج حد ما لم يكون طبيب متخصص معاه رخصه مزاوله مهنه. مفيش حاجه اسمها بعالج، يعني حتى الصحه النفسيه بيرشد بيعمل ارشاد نفسي مش بيعالج. اللي بيعالج في مصر هو الطبيب. أكيد ما دون ذلك مفيش حاجه اسمها علاج. ده الكلام ده في الطب يعني مش يعني ممكن تروح في القانون المصري. أيوة اي حد ده احد المحافظين راح قال للدكتوره حطي له جهاز تنفس، جت من اسبوع او اسبوعين النقابه قالت احنا هنرفع عليه قضيه انه بيمارس مهنه بدون مزاوله رخصه. هو بناء على ايه بيقول حط لك جهاز تنفس؟ هو طبيب ما يعرفش. فما فيش حد يجرؤ في مصر يعالج حد ولا يمس ايده على بني ادم ما لم يكون معاه مزاولة مهنة، تصريح مزاولة مهنة
من وزاره الصحه. طب انا استاذن حضرتك، مفيش حاجه اسمها علاج. لا 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 استنى بس، لا 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 استنى، لا لا مش الفكره مش الاشخاص. لا لا يا فندم انت كده، انت استنى بس، انت على راسك. لا 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 مش الفكره، لا 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 كده دخلت في منطق تاني خالص. يا استاذ لا 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 خالص، استنى بس استنى اسمعني، خد بالك انا ما يهونش عليك، هو ما ينفعش، راجل محترم وليه كل التقدير. لا والله على راسي. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ولسه مكملين كلامنا مع دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية وأستاذ عبدالله العطار معالج بالقرآن. كان عندي سؤال لك يا أستاذ عبدالله. تفضلي. دلوقتي لو أنا حاسة أن أنا مثلا شخص مسحور أو حد عمل له حاجة ورحت الشيخ أو معالج، إزاي أفرق بقى؟ عشان في ناس بقت واخدها بيزنس. بالضبط. إزاي أفرق بين الدجال وبين الشيخ أو المعالج اللي فعلا هيعالجني ويفيدني؟ تمام. أولا الدجال أو المعالج بالقرآن ده ليه علامات وده ليه علامات. إيه يعني ما ادخل عند حد مثلا ولاقيه بيكتب لي على ورق مثلا بورق بكتابه حمراء، مثلثات، مربعات، نجوم، بيكتب اسم يعني. اسم الام، بيطلب صوره، مولع بخور، برايح غريبه، كل دي كلها بيبقى خلاص انا عارف دلوقتي ان انا في المكان الغلط. انا عارف دلوقتي ان انا كده دخلت المكان الغلط. ما ادخل على حد كل اللي بيعمله انه بيقرا رقيه، خلاص بعد كده في حاجه ظهرت بيتعامل معاها، ما فيش حاجه ظهرت خلاص بيعرفك مثلا تحصينات، قال لك شيء مخالف للشريعه غير الصلاه، الاذكار، النوم على وضوء، ان بتحاول بقدر المستطاع نكون على وضوء، قال لك اي حاجه فيها مخالفه. قال لك إيه؟ مثلا قول لي زي ايه بالنسبه لايه حضرتك؟ يعني لو دجال يعني ممكن يقول لو دجال إيه بيطلب حاجات غريبه اللي هي الذبح مثلا، يقول لك هات حاجه لازم نذبح مثلا عزكم الله مثلا حيوان معين، ديك نذبح مش عارف مجدي او خروف مذبح لغير الله فهو شرك. دي كده ده شرك، كده دي دلائل تعرف على طول ده. اول ما اقول لك لازم تذبح كذا ده بيتقال كتير، ولو رحت لحد، طب انا يعني في حد بيحكي حاجه غريبه جدا بيقول انا رحت لحد خلاني ذبحت ديك ذبيحه وخلاني خلى جسمي كله، مسحت جسمي كله بالدم. ما ده هشبهه ازاي بمعالج بالقران وبقول لك صلي وحافظ على الصلاه وحافظ على الاذكار؟ فطبيعي هي العلامات باينه جدا، ولكن في ناس زي ما احنا بنقولوا يعني ايه، المهم خلص المشكله، مش مهم تخلص ازاي، يائس بالظبط، اذبح مش عارف ايه. وللاسف ده بيقع تحت مشكله كبيره جدا، لان بيخلي حاجه بتطغى وتتمكن اكتر في الجسم. طبعا لو هو معاه مشكله متعلقه بمس او سحر. طب في ناس لما بتروح لحد مثلا وبيقول، عشان انا سمعت الجمله دي قبل كده، ويقول له انا هكشف لك او انا هعرف لك، ده بيبقى ايه؟ هل هو يعني ازاي بيقدر يعرف معلومات الشخص بس الوحيد هو اللي عارفها؟ هو الساحر طبيعي بيبقى معاه يعني خدام سحر موجودين معاه، كل اللي بيعملوه بيضغط على القرين بتاعك. طبعا كل واحد فينا النبي صلى الله عليه وسلم والقران نقيد له شيطان فهو له نقيد له شيطان فهو له قرين. القران اقر ان كل واحد معاه شيطان ليه لم تنسى. القرين بتاعك اللي هو بيدلك على عمل خير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا اعانني الله عليه فاسلم. روايه بتقول فاسلم يعني اسلم، دخل بقى مسلم فلا يامرني الا بخير، في ناس بيقول فاسلم اي فاسلمت منه يعني ما بقاش يامرني باي شيء. في تفسيرين يعني. فالموضوع ده موجود، فهو كل اللي بيعمله القرين بتاعي ده عليه الداتا كلها، لان ده من ساعه ما اتولدت هو موجود معايا. بيخزن يعني بالظبط زي الصندوق الاسود. لو عايز يعرف اي حاجه بيضغط على القرين بتاعك بيعرف ده راح كذا. علشان كده بنسمع كتير يقول لك انت يوم كذا رحت في المكان الفلاني وعملت كذا واشتريت كذا وبعت كذا، في اسود من كده بيقول له انت عملت كذا مثلا في بيتك، مراتك عملت معاك كذا، او انتوا عملتوا كذا. حاجات هم الناس حاجات الوحيده خاصة اللي عارفاها، حاجات خاصه. فده انت عايز ايه تاني من واحد يعني حتى عرف التفاصيل عن حياتك الشخصيه. فلازم ابقى عارف برضو ان ده يعني الموضوع مسلم. انت بتقول لي انت رحت في المكان الفلاني وعملت طبعا كذا، حاجه مريبة. انا فعلا عملتها. بالظبط. انت عرفت ازاي؟ انت ولو كنت معايا، انت من بلد تانية ولا شفت حاجه زي كده، بيقول لي التفاصيل. هي دي حاجه تخوف اصلا. بالظبط. فهي حاجه زي كده بتعرفك ان حتى ما ينفعش يعني شخص زي ده ان انا اكمل قاعده قدامه. اكيد. لان انا بعد كده في بعد كده من ناس بتشتكي من مصايب زي كده، بيقول لك ان بعد كده بيتابعني في البيت، انت النهارده مش عارف عملت ايه في البتاع دي. هو بيكمل كمان عندك. هو بيفضل متابع، احس ان هو موجود معايا داخل البيت. ممكن يسيطر كمان على الشخص. بالظبط. ده اللي بيحصل. يقول ان اتفاجئت ان بيقول كمان المرايه عندك اتكسرت امبارح بالليل. طب انت عرفت ازاي ده اتكسرت واحنا انا كنت انا ومراتي او انا وزوجتي بس انا في البيت. فدي بتبقى مصيبه برضو تانية ان انا احط نفسي قدام واحد زي ده. اكيد طبعا. فادخل على الشخص ده، اول ما بلاقي حاجات غريبه بيمرني بحاجات غريبه غير منافيه، يعني حاجات منافيه للشرع، على طول اقوم زي ما دخلت للشيخ اطلع من الشيخ. القران ويقول اذكار والحاجات دي ما بتكلمش بصوت عالي، لازم اتكلم، لازم اسمعك انت بتقول ايه. ايوه.
طب ما لازم اسمعك انت بتقول ايه، حديث ولا ذكر ولا انت بتقرا قران ولا ما انت ما تفضلش ساكت وبعدين تقول لي خلاص انت معاك مشكله كذا كذا. طب ما انت عرفني انت قلت ايه. مظبوط. فلازم يكون ما بيهمهم بكلمات مثلا او بيتمتم بكلمات غير مفهومه، لا خلاص يبقى كده بيقول حاجات، برسم لك بقى نجوم واسمك واسم الام ومربعات ومربوط على نجم كذا ومش هيحصل لك كذا، كل ده احس ان انا في طريق دجال. مش صح. اكيد. سؤال ليك يا دكتور وليد، الاشخاص اللي بيكونوا يعني بيهتموا قوي بالسحر او على طول عندهم وسواس ان هم مسحورين او محسودين او الكلام ده، بيكونوا اكتر عرضه ان هم يتعرضوا لاكتئاب او قلق او غيره؟ يعني في دايما بعض الشخصيات طبيعه البيرسونال او نمط الشخصيه عندها شخصيه وسواسيه، ما عندهاش وسواس قهري انما هي شخصيه وسواسيه، بتوسوس في المطلق. بتوسوس في المطلق، في اي حاجه تجيلها راكبها الهوسوس. حصل لها حاجه النهارده، كان نزلت صوره ابني النهارده على الفيسبوك مثلا، النضاره وقعت اتكسرت منها اللي صاحبتي قالت الله يشفيها، بصت عليها وقالت لي حلوه فخلاص. بالظبط كده، هو دي عندها الهوسوس شغال، هي اصلا ماشيه على الطنجر مشحونه طول الوقت. أيوة. وفي عندنا شخصيات هستيريه، الشخص الهستيري ده شخص مسرحي عنده حب الظهور ويحب دايما يستضعف نفسه عشان الاخرين يدوا له حب وارتواء وحنان ويحتووه، فدايما يقول لك انا مسحور ليه، انا تعبان، انا شعري بيقع، انا بقوم من النوم انا نفسي متخربش. هم دول بيبقوا اكتر عرضه للجوء للصحراء والمشعوذين. انا بسال بس سؤال مهم جدا. انا دلوقتي حد سحر لي والجن لبسني زي ما احنا بنتكلم في الاريا دي، تمام، يبقى انا غير مسؤول عن افعالي، يا ربنا هيدخلني الجنه على انهي اساس والنار على انهي اساس؟ ده نمره واحد. انا بضحط فكره ان الجن يلبسني او ان حد يسحر لي، لان ربنا خلق جنه ونار، اعتقد زيها زي ده نمره واحد. المريض اللي نمرة مش مسؤول نمرة اتنين. عن تصرفاته، اين الجن من حل المشاكل الاقتصاديه للمجتمع على مدار 7000 سنه؟ يا فندم ما ينفعش يعني ان احنا نعمم الموضوع، احنا نمره ثلاثه مش هنتكلم بطريقه عامه تقول لك اسحر لي رئيس امريكا واسحر لي رئيس، نمره ثلاثه ما فيش. اين الجن يعني يرجع لنا القدس المحتله، يوقف مذابح فلسطين؟ لا اكيد، ما يعني دي يا فندم دي ايه بقى، دي حته إيه بقى؟ لا حته. وبعدين بص بقى حضرتك، يعني دايما بقول ايه، الجن دايما مش هيعمل حاجه غير شيء مضر، عمره ما هيعمل شيء. كنت جايب لابني درس مدرس فيزياء، مش هيعمل خير في مدرس، مش هيروح يحرر لك القدس، مش هيروح في مدرس فيزياء كان جنه ونار، يعني حاجه جامده قوي. فلما سالت عليه لقيته مدبلر، يعني كان بياخد السنه في سنتين وهو في الكليه. أوكي. قلت معقوله ده اللي مسمي نفسه الاسطوره وجاي يفتشني في البيت؟ افتكرت الايات القرانيه اللي بتشير للساحر وقت السحر في مجملها، وفضلت الشيخ صحح لنا لا يفلح الساحر حيث اتى. نعم. على سبيل المثال انه لا يفلح الساحرون، يعني كان نفع نفسه. انا ما شفتش انا واحد ساحر عنده شاليه في الساحل الشمالي ولا عربيتين ثلاثه موديل السنه، ما فيش الكلام ده، كان نفع نفسه. بالعكس، ده انت بتلاقيه اكثر جهلا من رايح له، ولكنه اكثر ذكاء وعنده قدره على الاستقطاب، وبيبقى معاه شبكه معاونه. يعني كل قضايا الدجالين، ده الساحر، حضرتك بتتكلم عن الساحر. الساحر ما هو بيعمل ايه سيادتك؟ ما هو معاه شبكه من العلاقات. يعني انا عندي قضايا وملفات للناس اللي مقبوض عليها وحكمت بالسجن، تلاقيه يقول لك ايه، معاه مثلا القهوجي اللي في المنطقه من مصدره بيديله معلومات عن الناس، معاه عمالين عمال بناء بيشتغلوا فيديله بعض الحاجات اللي مكتومه زي ما قال فضيله الشيخ بالاحمر والاخضر والازرق، يقول له انت بتبلط الحته الفلانيه حطها لي، فيجي يقول لك انت مسحور لك والسحر في المكان الفلاني، يروحوا يفحتوا يلاقوه. معاه ناس بتدخل له حاجات في المقابر. بس في ناس برضو فعلا فعلا بتسحر، ما احنا بنشوفها. ما احنا قلنا ما فيش، انا بقول لحضرتك ما فيش الكلام، يجي يسحر لي حضرتك شايفه. أيوه. ان في حد بيسحر يجي يسحر لي، انا نموذج حي قدام منك. يا ساتر يا رب، ليه؟ ما انا بقول لحضرتك لو يقدر اي ساحر في مصر يعمل معايا اي حاجه يتفضل. ما هو ما يعني انا خلاص قربت اموت، انا بقالي 20 سنه بقول الكلام ده وما فيش حد قرب مني. يعني البيان على المعلم، لو في حد شايف نفسه بيسحر يجي يتفضل يجي يسحر لي. يعني انا لو انا لو ربنا انا يبعد عنك. ربنا يبعد لو عنك انا ربنا يعني كاتب لي رزقي وحياتي وروحي ومماتي ومرضي على عشان حد يصحب لي او من عدمه، لا ما هو ده امر لا يتماشى مع العداله الالهيه. ربنا اسمه بالاضافه مولانا، بالاضافه دلوقتي ربنا خلق الجن. مين اللي خلق الجن؟ ربنا. الساحر او اللي بيعالج، بلاش ساحر، لو حد حتى بيقول انه بيعالج بقرآن بيقولك انا بطلع الجن وبحرقه او بموته، هو ربنا خلق الجن عشان يهديه ولا عشان يحرقه؟ بس يا دكتور دي حاجات، يعني ربنا خلق الجن عشان يعذبه عشان يعني يحرقه في حاجات ولا علشان يهديه؟ ما دي حته مهمه جدا. بلص بقى، طب ما ربنا دلوقتي خلق البني ادم علشان انا مش عاوز اقول القرآنية غلط، انا هستعيد بمولانا اماكن كتير وخلق عشان القرآنية دي
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الينا انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا. قل اوحي الي يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان الجن موجود وقاعد بيستمع القران والرسول ما يعرفش الا لما اوحى اليه، لما الوحي هو اللي قال له. يبقى في بشر هيعرف ان في جن وهيتعامل معاه وهيكلمه وهيطلعه يعني يا دكتور حضرتك اصله وهيهشتكه. ان مفيش سحر، مفيش جن. لا مفيش جن، لا في جن، حد قال مفيش جن؟ مفيش سحر. لا في جن طبعا، مفيش سحر. السحر باجماع الائمه هو سحر التخيل، والسحر باجماع الائمه انتهى بعصر الرسول. خلينا ندخل حضرتك بتقول سحر التخيل، ما هو كده موجود اهو سحر التخيل. خلينا ندخل يخيلوا اليه من سحرهم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. من انواع السحر ده اسمه سحر التخيل. حضرتك صحيح. كده بتنفي شيء وهو موجود اصلا، يعني في انواع سنه. لا لا ما انتش حضرتك دلوقتي، احنا برضو بنعيد الكلام، احنا مش بنقول او أيوه. بنثبت الموضوع ده للترهيب أكيد. بس احنا بنقول ان هو التوعية. موجود القران الى ان تقوم الساعه، اي شيء ذكر في القران مقر به وموجود الى ان تقوم الساعه. لا أكيد. مش كل في القران موجود الى ان تقوم الساعه مولانا. ونراجعوا اساسا، خلينا ندخل في السؤال اللي بعده علشان نهدي الجدال ده. في خلال شغل حضرتك هل في حالات شفيت تماما بالقرآن وشفيت ما رجعتش مثلا انتكست بعدها او كده؟ اكيد طبعا في حاجات شفيت تماما وفي حاجات، بس انا عايز اوصل بس معلومة صغيرة. قول لحضرتك. مش كون ان انا مثلا جالي برد وتعالجت منه معناها ان انا طول عمري مش هيجيلي برد تاني، فانت خفيت من المشكلة اللي كانت عندك. يعني جالي واحد ما كانش بيشوف اصلا، ملاش علاقة خالص مشكلة نفسية، هو فجأة مرة واحد صحي الصبح ما بيشوفش. فجأة جالي قبل كده واحد ما بيمشيش اصلا، واحد ما بيتكلمش، هو شغله كان معمول له عشان شغال في سياحه وكلام زي كده، شغله اصلا اكل عيشه الكلام. قعد 3 شهور يلف على الدكاتره وعلى الطب، مفيش مشكله طبيه، مفيش حاجه عضويه. يعني مش عايز اقول لك ان بفضل الله، يعني بعد قراءه الرقيه بفضل الله، وفي ايات طبعا مشهوره في القران بنستبرك بيها برضو، فقرانا بفضل الله والله حصل واتكلم وخلاص. الرقية الشرعية تقصي عبادي مش علاجي. خلي استاذ عبد الله يكمل. فانا بكلمك ان هو بس ده مش معناه ان هو هيفضل طول عمره مش هيجي له الموضوع ده تاني. أكيد. لو هامل في تحصينات او الشخص اللي هو مثلا رصده عمل له حاجه تاني هيتعب. اللي ما كانش بيمشي ده انا ما عالجتوش نفسي، راح بعد كده راح طلع يجري، هم شايلينه وجايينه اوريدي خلاص او على عجله، هو ما بيمشيش. فبفضل الله ربنا ده معمول هو معمول له بكده. لو صحيت الصبح انا مش هقدر احرك رجلي، انا مفيش تحكم في رجلي، واللي صحي برضو مثلا ده مش شايف، او صحي الصبح مش في برضو صحي الصبح فقد الذاكره تماما مش فاكر اي حاجه. يعني واحده مثلا بتحكي بتقول انا صحيت الصبح، زوجها بيقول صحيت الصبح بتقول صوره مين دي، انت مين، بص اصلا تماما مش فاكره اصلا. هي متجوزه ومعاها طفل بتاع سنتين او 3 سنين، هي مش فاكره ان هي متجوزه، انت اللي جابك هنا وتبص على الصوره قال قعدت اهدي فيها دي صورتنا وانت مرات، فالمفروض قعد يهدي فيها بفضل الله برضو خلاص. هو الذاكره رجعت تماما مش تدريجي حتى، ده معناها ان ازاله السبب في حاجة لازم نعترف ان انا ممكن اموت لكن بسبب. انت تقول يعني انا مثلا ممكن الحاجه دي تموتني، احنا ما بنراهبش الناس ولكن فعلا اموت، ولكن بعد كده الاسم على الساحر، ولكن هو ده بقى سبب القتل المقتول. انا دلوقتي هو ازهق روحي ولا لا بالنسبه للمقتول؟ طب هو مش الروح بيد ربنا؟ ازاي انت كعبد زيك تخبطني بسكينه ثانيه واحده فن قتل صريح ماشي، وبعد كده ملموس مش مبني على غيبيات. المولى عز وجل وبعد كده ما الا هيحصل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الانسان ما بيملكش لنفسه لا نفع ولا ضر. انا بتكلم حضرتك ان انا دلوقتي انا بقول ان دلوقتي يعني انا اتكلمت في الرقيه الشرعيه، الرقيه باجماع الائمه تقصي عبادي وليس تقصي علاجي، ملهاش علاقة بالعلاج. طب ايه تفسير حضرتك يا دكتور للحالات اللي ممكن ده موجود في القرآن عندك؟ ده هو ايه القرآن السيد سوماتك يا فندم. انت عندك سيدنا يعقوب لما ابنه ضاع منه سيدنا يوسف فبيضت عيناه من الحزن، صح كده ولا لا؟ اهو طب امتى امتى ارتد اللي بصره؟ لا مش حزن يا فندم، ده حد ليه صحيح. هو بيقول ان حد اهو عنده اعاقه معينه او مرض معين او حدث معين في بعض الحالات، واحد جاله فقدان ذاكره مؤقت خلاص مؤقت وانتهى بانتهاء السبب. ايوه ايه التفسير بقى ان هي خدي بقى خدي هقول لحضرتك بقى حته نفسيه مهمه جدا. اتفضل. احنا عندنا هناك ما يسمى بالبلاسيبو. البلاسيبو ده دكتور صيدلي كان مخترعه فرنساوي من اكتر من 200 سنه. كان يجي له الحد يقول له انا عيان من كذا ومن كذا ومن كذا، يروح يجيب له ميه من الحنفيه جوه ويقول له عملت لك تركيب الدواء بس ما تقولش لحد، وتاخدها في توقيتات كذا وكذا وكذا، كان يخف إيه ليه؟ ايوه اللي هي ان هو لو امن احدكم بحجر لابره، الحجر مش هو اللي بيبره، دوافعك النفسيه وايمانك ان الحجر ده هيخليك تستشفي من البراء والامراض. هتعملي ده ما بيشفيش الحجر، ايمانك بيه
بيخلي عندك الاستعداد لتقبل البلاسيبو او العلاج الوهمي عالي، فبيتم استجابه الاجهزه ليه. طب في حالات كتير، مهمه جدا، حالات كتير بنشوفها على ناس والحاجه بيحضر استحضار والحاجه بتحضر وبتتكلم. انا ما دي حالات تحول السير يا فندم، ما احنا لسه بنتكلم يعني ايه تحول السير؟ معلش وضح حضرتك. حالات تحول السير دي حالات مرضيه، حاله عصبيه مش نفسيه، عصبيه وما بتحضرش او ما بتجيش غير لما بيسمع قران او يسمع اذان. بتجيله في اي وقت؟ لا ما انا بقول لك ان في حالات بتيجي عند سماع الاذان او القران. حلو. يحصل حضور كامل على الجسم وحاجه بتتكلم على اللسان وبتقول حاجات برضو يعتبر غيبيات. طب انا النهارده النهارده انا راجل مش مسلم، هتقرا عليا ايه؟ انا مش مؤمن بالقران، انا مش مؤمن بيه، هتعمل معايا ايه؟ مش انا كوليد، انا بقول لك انا لك مثل. مش هقرا غير القران. طب انا كافر ماليش علاقه بالاديان، هتقرا عليا ايه؟ حضرتك في الديانه في المسيحيه بيقرا عليه برضه بيقرا كل الاديان، كل ديانه بتتعامل بالديانه وبالاعتقاد بتاعها. بالاعتقاد يبقى أيوة. هنا المعتقد هو اللي بيعتقد، الاعتقاد الديني مش الاعتقاد الشخصي. لا لا انا قصدي الاعتقاد الديني، الدين والقران والانجيل جميع الكتب السماويه نزلت للهدايه، ما نزلتش للعلاج، مفيش الكلام ده. الهدايه ده ايه يا فندم؟ استاذ عبد الله قول لي اخطر انواع السحر اللي ممكن تبقى عدت عليك، وهل ممكن فعلا يبقى فيه كان في قوه حاضره في المكان، تلاقي مثلا الحيطه، الاضاءات، الكهرباء، الحاجات دي فعلا بتحصل؟ تحصل. ناس بتقول ان دلوقتي الاجهزه الكهربائيه كلها بتبوظ يعني بشكل متتالي. حد يقول مثلا في البيت كل حاجه بتبوظ، حاجات لسه يعني حد كان بيحكي بيقول لسه جايبين الاكل، بيقول والله الاكل اللي هو العصير متبرشم، يعني ما يبص غير ما يتفتح، كل الاكل بايظ. مثلا التكييف باظ، هو ممكن يكون مرتبط برضه، حضرتك كان عارف هتقول ايه، بمشكله كهرباء وحاجه زي كده. احنا بنتكلم برضه في نقطه ثانيه، الاعراض، وبيقول لك انا شفت حد داخل الحمام، انا ممكن اتنين، انا شفت كتابه مكتوبه، يعني لسه كان حد بيحكي بيقول انا شفت طلاسم كتابه منوره مكتوبه على الايد، ايد النور بسرعه، كل اللي قاعدين شافوها. ده بيتعمل برضو ربنا عارفين، انا بقول سحر في طلاسم بتظهر على الجسم، يعني ممكن حضرتك لو كان في كنا وريتك صور ناس جايبه حاجات تشيب، ازاي اتكتبت وظهرت ازاي على الجسم، ظهر الطلاسم وحاجات، ازاي ايه علاقتها بمشكله نفسيه ان يظهر اسم ويظهر نجوم ويظهر مربعات؟ لو جالك حد مسحور بتقدر تعرف مين اللي سحره؟ في بعض الامراض الخاصه بالاورده فندم، لو جالك حد مسحور، انا اسفه والله، فضل. بتقدر تعرف مين اللي سحره؟ بتقدر تعرف لا دي مش بتاعتي طبعا. انا دلوقتي حضرتك واحد رايح دلوقتي الدكتور بيتعالج، انا مش هفرق معايا ان العربيه اللي طلبتك دي كان هيونداي ولا مرسيدس ولا انا اللي يفرق معايا ان انا اخلص المشكله بتاعتك. مظبوط. بس فهو ده بالعكس، انا لو ربطت تعبي بعد كده بشخص معين انا عمري ما اخف في حياتي، طبعا بمكان معين عمري ما اخف في حياتي، بوقت معين لما بيجي في شهر كذا في وقت كذا برضه عمري ما اخف في حياتي اكيد. فعشان كده ما يعني بص حضرتك ساعات بيبقى في بعض الامراض برضه الناس مش لاقي لها تفسير، ما تعرفهاش، تبقى المتخصص عارفها، وساعات يبقى في ندره في المتخصصين شويه، زي مثلا هيموكلاريا، ده مرض معروف عند بتوع الرمض وهم قليلين جدا في مصر بالمناسبه، ان ساعات الواحد نزل دموع على الدم. انا سمعت عن الموضوع ده فعلا، ده مرض مرض ودي علاج. ده بقى حضرتك مثلا في ساعات حالات الصرع، مع تكرار حالات الصرع الانسان الاورده الضعيفه في الجسم ممكن تبان بشكل مثلا معين، ده موجود. احنا مشكلتنا حضرتك ان ما فيش ناس متخصصه الناس تروح لها، ولو موجودين الناس ممكن ما بتثقش فيها. لك ان تتخيلي ان جميع القرى لحد وقت قريب ما فيهاش طبيب نفسي واحد، ما الناس برضو ما هتعمل ايه؟ ولذلك انا بشوف ناس، يعني بقول انا اللي قدام مني لو حل مشكلته لوحده اوكي، طالما انت مستمتع بكده، يعني طالما انت ربنا اكرمك بكده، انما ما تروحش الناس تعبس بيك ولا بمشاكلك ولا بالامك. في حاجات كتير وحالات كتير بتيجي، يعني اللي بيقول لك مثلا المشكله معاك مالهاش علاقه بالمشكله المطلقه، ناس مشكله مش يعني مثلا مدام اميره ناس تقول لك انا برد المطلقه مثلا في 9 ايام، طب ليه مش 8؟ رد المطلقات وجلد الحبيب وبتاع ده والزنج الزبيب، كل ده كل ده دجل. ده دجل، كل ده اللي ممكن حضرتك تتكلم عليه. احنا بنحذر الناس من ده، اللي انت تكون عندك هو ده الهدف بالمناسبه، هو ده هدف الحلقه بالظبط. بالظبط ان انا بقيت شايفه ان ظاهره الدجل دي انتشرت جدا برغم التقدم الطبي والعلمي اللي احنا بقينا فيه، بس الناس بقت اول حاجه بتجري عليها الدجالين، حتى مش الشيوخ والمعالجين بالكورونا. هو عايز يحل مشكلته باي طريقه وخلاص، مش مهم ازاي. تلاقي حد بيقول له ده في واحد فلاني عمل مش عارف ايه، فهي دي الفكره، ان احنا عايزين نوعي الناس ايه الفرق واللي بيتنصب عليهم. ربنا يا فندم امرنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر دول اللي هم اهل الاختصاص. انا لما الحنفيه بتبوظ عندي اهل الذكر اللي بيجي لي السباك، مش راجل دين. ما هو الطبيب صح كده، الطبيب مختص، فاللي عنده مشكله عضويه او نفسيه او عصبيه يعرض نفسه على دكتور، ما جابش معاك اي استجابه فذهبوا فانتم الطلقاء.
طيب انا عايزه قبل ما نختم عندي الاول عايزه اعرف نصيحه منك ازاي الناس تحصن نفسها. مفيش اكيد انكار للحسد والسحر والكلام ده، ازاي بقى انا احصن نفسي ان انا الحسد؟ حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس حاجه بسيطه كده الدكتور قال عليها ان احنا ربطنا نفسنا بحسد، حسد لا، الحسد النبي صلى الله عليه وسلم موجود الحسد اكثر من يموت من امتي بالعين والحسد. لو انا شان يسبق القدر او بعد القدر لا لكانت العين. صاحب الجنتين لما دخل في سوره الكهف بيقول ودخل ايه؟ محدش تناول الحسد خالص، ذكر في القران مفهوش فصال، احنا بنتناول الامور الغيبيه والغيب يعني بنرجع للقران والسنه. طبعا محدش تناول الحسد طبعا، فاحنا بنتكلم كالحسد كمس كسحر مش للترهيب، ولكن هو موجود على ارض الواقع موجود. شئت ام ابيت، اقتنعت ما اقتنعتش، كل واحد ليه قناعته الشخصيه. وحضرتك بيعدي عليك حالات، اكيد بيعدي عليك حالات ملهاش تفسير طبي عندك، ما انا مش اكيد لا كل حاجه موجوده بالظبط خلاص. سيب حضرتك واكيد برضه نفس الكلام، في هناك في حاجات بتعدي عندنا برضه الصوره، انا بقى بقول لك في حاجات بتعدي ممكن تعدي علينا. التشخيصي للطب النفسي والاحصاء بالزبط. ده بينزل كل 5 سنين. طيب انا حضرتك في دكاتره نفسيه المستجده، دكاتره نفسيه بيقول المشكله اللي معاك دي عشان الناس بس تبقى على وعي. يعني دكاتره نفسيه على فكره ماشي بكتالوج ليه مرجعيه، مش ماشي بدماغه، مش ماشي عشوائي، محدش مرجعيه بتاعته. المرجعيه بتاعته الدليل التشخيصي للطب النفسي والاحصاء، ده كل 5 سنين بيتم اصداره، بيقول لك ايه الامراض النفسيه المستجده المترتبه على الاحداث المجتمعيه زي الجوائح. حضرتك دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك ان بيجي ناس كتير في ناس بيقول ان لو رحت لدكتور نفسي رحت لدكتور نفسي بعد اذنك انا لا اتفضل استنى بعد اذنك اتفضل. حضرتك بتقول ايه؟ بقول في ناس كتير بتيجي بتقول لي انا رحت لدكتور نفسي بيقول المشكله اللي معاك مالهاش علاقه، مالهاش علاقه بمشكله نفسيه، مالهاش علاقه، مش معناها ان انا اصلا انا مش معناها وفقه كل ده ضعف في التشخيص. لا ضعف في التشخيص طبعا بالظبط. لا اكيد هو راح لاكتر من حد، يعني مش هو اول ما قال له كده راح اصلك، هو مش مجرد ان هو بيسمع له، خد بالك الدكتور نفسه بيعمل ايه. بالنسبه لحضرتك أيوة انت عليها ديك، اولا نحافظ على الصلاه بقدر المستطاع، طبعا الصلاه الاذكار صباحا ومساء، الوضوء بقدر المستطاع برضه نكون على وضوء طول اليوم، ده بيحصل حسن حصين. هل في اذكار معينه مثلا ممكن الاذكار اللي هي النبويه صلى الله عليه وسلم الاذكار صباحا ومساء، وضيف عليها ما شئتي من الادعيه او من الاذكار اللي هي المعصوره. في طبعا نفادي المرايه، لان من الاماكن المشهوره جدا اللي بتسبب ضرر كبير جدا بالذات للنساء بالذات، علشان اسف يعني ممكن واحده بتتعجب بجسمها كتير وتقف قدام مرايه كتير. واحد وانا شفت حد شبهي في المرايه، انا شفت حد واقف ورايا واحد او حصل اكتر من مره. فاحنا بنقول المرايه ديك يبقى البس او اغير لبسي على جنب، وبعد كده اقف قدام المرايه شاك على لبسي، مش بنخوف ولكن بنعرف ان هي عليها ضرر كبير جدا. ماشي الحمام برضو بقدر المستطاع، مش هنقول كمان كانوا دايما بيقولوا لنا على موضوع المرايه ده مولانا. ماشي برضو الحمام زي ما الدكتور بيقول حضرتك المرايه بتاعتنا بالحجم الطبيعي من هنا ده بتاعتك انت على حد بس ولا حد ويحميك طريقه ايه يا مولانا. انا عايز اقول لعبد الله بس ده انا بيتي عامل زي صالون الحلاق. انا عايز اقول لعبد الله يكمل 15 قاعدين تحت بعض، مفيش الكلام ده مشكلتك في قناعتك الشخصيه. طيب انا ما بعلمش قناعه عيني يا فندم، قاعدين تحت مروحه وال10 دولك ما جالهمش برد، واحد جاله برد ايوه عادي. في واحد طول عمره ربنا امرني ان انا اشتغل طول الوقت وانت وانت داخل وافكر وافيد البشريه، مش طول ما انا قاعد اقول في اذكار. انا عايز بس عبد الله يكمل لي. انا بسال حضرتك سؤال، حضرتك وانت داخل حمام النظيف جدا بتاع حضرتك ما بتقولش الدعاء؟ انا بحصن نفسي من اول ما اصحى من النوم، انا ما نميتي كده خلاص. لا 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 انا مش النبي قال لك لما تصحى من النوم وانت بتركب السياره وانت بتنام وانت بتركب السياره طبعا. طب وانت بتركب الطياره هي طياره وسياره في دعاء السفر الدبه، ما هي الدبه دي تشمل كله، سياره وطياره وجمل وحماره كله. هي طياره بقت دبه، الدبه دي اللي تدب على الارض، هي طياره بقت دبه. طب لو يعني الدعاء اللي هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا لا مقرنين ولا مقلبون، مالوش
لما اجي اركب السياره او الطياره زي ما حضرتك بتتريق وبتقول لا مش بتريق هو الواقع انا بسالك اصلا هو موجود اركب جمل اركب اعزكم الله حمار اركب عربيه اركب طياره لازم الذكر يتقال مش كل ان انا ما بقولوش يبقى معناها ان انا فيه مش كل ان انا بدخل حمام ما بشرب بول ابل عشان اقول انا بتعالج عشان انا عندي كبد هقول الذكر انا بشرب بول الابل ذكر الشراب اقول الذكر ايه المشكله يا حضرتك مع ان انا اشرب بول ابل عشان اخف لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي ما ينفعش ان انا انفيه انا ده النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي اللي بالك موجود في عصره طيب. انا عايز اقول حاجه احنا مش في موضع خلاف بعد اذنكم هي كل الفكره ان دول وجهتين نظر وجهتين النظر مهمين وموجودين الاثنين الطب النفسي ما حدش يقدر ينكره وده اللي احنا عايشين بيه وبرده الحاجات الحسد والسحر والحاجات دي مذكوره في القران وفي ناس كتيره بتبقى مأذيه ومش لاقيه حلول فالجانبين موجودين احنا بس عايزين الناس ما يحصلش عليهم خلط بالزبط. بين الحاجتين يعني ما يبقاش واحد مريض نفسي وفاكر نفسه معمول له عمل فيفضل بيروح مثلا لحد بيعالجه وهو اصلا عيان او العكس واحد في حاجه وعمال بيتعالج نفسيا وفي نهايه حلقه النهارده بالذات حابه اقول اني في برنامج الوجه الاخر كنت دايما حريصه على اني اسلط الضوء واركز على اكتر الحاجات اللي بتمسنا وهي صحتنا النفسيه او حياتنا عموما سواء بقى لينا لولادنا لأهالينا عشان كده حبيت أختم حلقاتي بالموضوع ده بالذات عشان أقول لكم إن كل تعب نفسي جواكم أو كل مشكلة فهي ليها سبب وليها علاج وإن الوعي زاد بإن المرض النفسي خلاص ما بقاش وصمة عار عشان الدايرة وراها بقى بالحسد أو المس أو السحر وبرضو أنا ما بنكرش خالص وجود المس والسحر واللي ليه الناس المتخصصين اللي بنتعالج ويا رب كلكم تبقوا كويسين ويا رب ابقى يعني كنت عند حسن ظنكم في السيزن ده وان شاء الله استنوني في سيزن تاني مع السلامه.